هذا اللي صار يا حسين. من يوم سافرت ليه ما هاليوم؟ لا حول ولا قوة. كل هذا صار بفريجنا وانا مسافر يا عمي. ظاهر ان فريجنا صابته العين. الحسد موجود، واللي صار بفريجنا شيء مو طبيعي. انا ما اقول عسى تكون هالاحداث نهاية احزان شارعنا. انا السبب يا عمي، انا السبب. ليالي قالت لي لا تسافر، بس انا اخذتني العزة بالاثم وعانت. هذه النتيجة. ابو مشلول والام الله يرحمها توفت والاخت مختفية. آخ شكذا راح تقر نفسي في اللحظة هذه يا عمي. أنت من خيرة شباب الفريج، وما يجوز تقول عن نفسك الكلام هذا. أنا أعتبر أن اللي صار خارج عن إرادتك وعن إرادة كل واحد بالفريج. أنا أعتبر الكل مسؤول عن الأحداث اللي صارت، حتى عطوان أنا أعتبره مسؤول عن الأحداث اللي صارت. حتى عطوان يا عمي؟ أي نعم يا حسين، حتى الفريج. أنا أعتبر ان كل ريال وكل مره لهم ولو جزء بسيط من المسؤوليه عن الاحداث اللي صارت لنا. ايش قصدي يا عمي؟ انا فهمك ايش قصدي. احنا لو متكاتفين مثل قبل وقلوبنا على قلوب بعض كان ما صار اللي صار. في ال67 كنا متفرقين فانهزمنا شر الهزيمه، لكن في ال73 يوم تكاتفنا لقنا اليهود درس عمرهم ما ينسونه. وكنا حديثنا صار اكثر شمولية يا عمي. بالعكس بالعكس يا حسين، انا بس حبيت ابين لك ان اللي قاعد يصير بفريجنا ما هو الا صورة موجزة عن اللي يصير بوطننا العربي. صالح منو هذا؟ هذا ابو علي. هني كان 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 هلا ابو علي. شلونك؟ زين انت ابو علي شلونك انت؟ انت شو مطلعك برا الحين؟ ليش؟ من السولف ويا انت؟ ابو علي يمكن كبرت انت ابو علي وقمت ما ترمك. صالح شوفه قاعد قدامك، شو فيك انت ابو علي؟ ما عليه ما عليه ابو صالح، ما عليه ما عليه. انا شو اقول؟ انا اقول دش البيت ارتاح واحب يك صالح. بي ابو علي صالح بي ابو علي يعني صالح ما مات ابو علي؟ لا يبا لا ما مات صالح، هاي ما مات. انت بس ابوك تسلخ ارتاح وبيك صالح. ابو علي يعني ولدك ما اقتله؟ ما اقتله ابو علي ولدي محمد؟ لا يا ابوك لا ما اقتله، صالح حي. ومثل ما قلت لك دش البيت ارتاح وان شاء الله حنبيك صالح. يلا يلا لا لا عرس انت قدك. خلنا ناخذ الاولاد الصغيرون. لا ناخذ ناخذ الاولاد الصغيرون. ناخذ ناخذ ابوك ناخذ ابوك. ولا لا عرس دق دق ابو علي. قول ابو علي شيل ابو علي ايش فيك؟ بارك الله فيك ابو علي. يلا بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ابوك. عطوان ممكن اعرف لمتى بتطل حابسني ورابطني كذي؟ لما توافقين تتزوجيني. انا موافقه بس بطل هالحبل اللي ذبحني. قصين علي تبين بطلت الحبل عشان تنحاشين وتخليني؟ لا ما بنحاش، بس انت بطل هالحبل وتعال نروح حق ابوي ونقنعه انه يوافق على زواجنا. صج الليالي؟ اي صج.
بس احنا لازم نخلي ولد عمي صالح يوافق على زواجنا. صالح مات ذبحه محمد بالسكين. ايش قاعد تقول؟ محمد ذبح صالح؟ اي ذبحه. ليالي اقول لك على سر وما تقولي لحد. ما بقول حق احد. بس شنو السر؟ اصلا محمد ما ذبح صالح. الشرطه عبالهم ان محمد ذبح صالح وكاهو الفقير مقطوط بالسجن. مسجون. اصلا الشرطه ما يدرون انا قصيت عليه وقصيت على الفريجه كله. عطوان شلون قصيت عليهم؟ قول. اقول ليش ما اقول؟ اول شيء مدام تزوجيني راح اقول لك، لأن الريال ما يخش شيء عن زوجته، صح ولا أنا غلطان؟ صح كلامك صح، بس قول تحكي. شوفي حبيبتي، أنا أحبك من زمان، لا وفي اثنين بعد يحبونك بالفريج. صالح ومحمد عاد انا لازم اوخرهم عن طريقي، ولما شفت الفرصه يدني قلت خلاص لازم اوخرهم عن طريقي. وبعدين سمعت ان ابو صالح قال حق ابو علي وابو وليد ان صالح طالع من البيت سكران يبي يذبح محمد. ليش؟ لان عبال ان محمد هو اللي خاطفك. عاد انا سويت يا عطوان تحكي. انا تغفرت محمد وبوقت بوكه، لا وقت الفلوس اللي فيها وبطاقته بعد، لأنها وايد عجبتني. ولما سمعت ان صالح يبي يذبح محمد قلت هذه فرصتي اني اوخر الاثنين عن طريقي وافوز فيك يا ليالي بروحي. شلون قدرت توخرهم عن طريقك؟ شلون؟ انا اقولك شلون يا عمري، انا اقولك شلون وخرتهم عن طريقي. صالح
انت قاعد تسوي هني؟ طيبي شايفك هني يا خبل. انا جاي اقول لك ان الفريج كلهم قاعد يدورون عليك، حتى الشرطه بعد. شرطه؟ ايش حقك؟ صدرك؟ ويقولون انت رايح تذبح محمد عشان خطف الليالي. انت تذبح الليالي مخطوفه؟ انت حتى يا الخبل. انا قلت الليالي مخطوفه ما اعرف شيء. خلني صالح بروح ابني بروح. لو صدقك اخليك تروح. انت الخيط الوحيد اللي وصل لي حقوة الليالي. تحدى ولا يا كلب. لا 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 مو كلب. انا قلت لك مو الليالي. انت صالح بروح. الا تقول لي ولا يا لي زوجتي حبيبتي انا. الليالي مو زوجتي. الليالي ما تحبك. الليالي زوجتي انا. انا يا صالح الليالي زوجتي. الليالي زوجتي انا. أنا اللي ذبحته عشان أتخلص منه. أنا اللي حطيت بطاقة محمد عشان أفتك منه وتلبس كتمه عشان تبقى لي بروحي وبروحي يا ليالي. عشان كذي أنا لازم أتزوجك غصب عليك. شو على هلت شو على الفريج كلهم. انت مينون مينون انت اهم شيء لازم نعرفه انك انت وين ضيعت هويتك. انا بعرف شلون وصلت لسياره المرحوم صالح. هذا اللي محيرني يا ابو علي. وبعدين من لمصلحه بقتل صالح وتلبيس بهالدم اكيد انه بيستفيد شيء، لكن شنو هذا الشيء ما ادري. الله يذكرك بالخير. انا وياها نتكلم بالمشاكل اللي تصير بفريجنا. كانت الله يذكرها بالخير دائما تقول لي ان اللي قاعد يصير بفريجنا هذا شيء عادي، يصير بكل فريج الا انا. كنت اعارضها واقول لها ان اللي قاعد يصير هذا قنبله موقوته. هذا اللي محيرني يا ابو علي. حتى اختفاء ليالي مو طبيعي. لنفترض ان فعلا ليالي انحاشت ومنحست ان الوالد تزوجها من صالح قصب. معقوله؟ معقوله لما الحين بتظل منحاشه؟ رغم كل اللي صار بفريجنا؟ انا ما اعتقد ان ليالي تدري ايش قاعد يصير بفريجنا. تقصد تقول انها ممكن تكون برا الديره؟ لا لا ليالي ما تسافر، ما تهد ديرتها بالمره. تصدق يا محمد اللي محيرني اني ما خليت احد من اهلنا حتى ربعها كلهم سالتهم لكن ولا واحد يدري وينها. فيه الله يستر
الله يستر لا يكون بس صاير لها شيء واحنا ما ندري. تعوذ من الشيطان يا اخوي وخلي مانك بالله قوي. زين ابو علي الشرطه ما لقوا اي شيء ممكن يوصلنا لها؟ انا توني جاي من عند الضابط. ماكو اي خيط او اي دليل يوصلنا لها. لا حول ولا قوه الا بالله. الا على طاري عمي، شو اخباره؟ بشرني عنه. لا ابشرك، الحمد لله الوالد الحين بخير. قام يتحكى الحين. الدكتور قال لي انه يبي له علاج طبيعي كم شهر ويرجع يتحرك مره ثانيه. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو حسين. وين كنت وين وصلت؟ ما شاء الله عيني عليك بارده. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. يستاهل الحمد يستاهل الحمد. الا حسين وينه؟ ما اشوفه. حسين راح اشوف محمد. قول لي وين وصلت قضيته؟ المقروض الأدلة كلها ضده. يعني ما تعتقد انه بريء؟ ليش؟ انت متصور ان محمد وهو اللي قتل صالح؟ من هو يا ابو وليد؟ ما ادري يا اخوك ما ادري، هذا اللي مينني. بس من المستفيد من قتل صالح واتهام محمد بقتله؟ لا قولي زمان وإن شاء الله مو متأثر بعد موتة ولده. إلا متأثر ونص مسكين بصالح. والله الظاهر إنه استخف. استخف؟ شلون استخف؟ أخوك بصالح ما عاد لولي. موتة ولده هدتها مرة واحدة. الحين تلقاه قاعد قدام الزينة اللي على بيته أو تلقاه يلعب مع طيوي بالسكة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول الله لا حول الله. أشو وخر أنت عن طريقي؟ وخر عن طريقي، خلنا ندور. وخر لحظة عمي فهمني. أنت عمي أنت مو خايف إن الفريج يشوفك وياي وينادونك خبل مثلي؟ خلي يقولون اللي يقولون، أنا قاعد أدور أشياء أنت ما تعرفها. زين عمي فهمني شنو الشيء المهم اللي ممكن تدوره في الزباله؟ حسبالك انا خبل ما افتهم مثل ذاتك؟ زين عمي قول لي، انا ترى اعرف كل شيء هني كل شيء. قول لي شنو تبي بالضبط؟ تبي تعرف؟ انا قاعد ادور على ولدي صالح، فهمت الحين؟ ولدك ما يحتاج اوصيك يا ابو يوسف. ابي صورتها تكون بارزه وخبر الاعلان اللي بيعطينا مكافاه عنها يكون واضح. لا لا لا، الصفحه الثالثه زينه. اي نعم، نزلت الخبر بكل الجرايد وينزل باكر ان شاء الله. خير ان شاء الله. بدز لك صيغه الاعلان مع الصوره مع المراسل. اي نعم، وفيهم ضرب فيه الفلوس. خير ان شاء الله. مشكور، ما قصرت يا اخوي. ما نخدمك ان شاء الله الا بالافراح. فما الله الله يستر. الله يستر عليك يا ليالي. ليالي لا عفوا لا 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 ليالي ليالي
حبيبتي شك صار؟ وليش تعالي تعالي انا سمحت شبنتي وليش ليالي يبا يبا بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك يبا علامك صارت يا حجي علامك اختك اختك بخطر اختك بخطر يا حسين هد اعصابك هد تعوذ من الشيطان يبا اختي ما فيها شيء ان شاء الله هد اعصابك بس انت ارتاح ارتاح وين ارتاح شلون ارتاح واختك ورا البيت شلون ارتاح لازم تنقذها لازم تنقذها يا حسين هذه اختك لازم اختك ان شاء الله يبا ان شاء الله هد اعصابك انت ترى الانفعال مو زين لك وين لازم تنقذها يا حسين لازم ترجع ليالي لازم ترجع البيت يا حسين ان شاء الله يبا على امرك على امرك ارتاح ارتاح نعم بسم الله الرحمن الرحيم جنبي الليالي متحشين ترى ازعل منك زين قول ترى اخوك رد الديره صدق اخوي حسين رد رد وبوتش قام يتكلم الطبيب يقول بعد شهر يصير زين من صدق هالحكي؟ ايه من صدق تخشبر وياك؟ هيا لعبني اكل شوي سمهيلو وشلون صادق وصالح بوليد ايش فيك ابو عسى ما شاء الله اخو اخو بوليد كلكم انا زعلان منكم مره واحده كلكم ليش بوليد بوليد ما فيكم خير بوليد زواج ولدي ما تون تهنوني وتباركوا لي وتقومون فين يا بوليد ما يصير هالشكل بوليد على تعال اشتري لا 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 بوليد انا بهد هالفريج هذا وبطلع ببيع البيت وبروح فريج ثاني بولي هد اعصابك تعال اشرب لك شاي ما فيكم خير ما فيكم خير اشرب شيشه تعال ابو صالح الله يا الدنيا اخر شيء كنت اتوقعه ان ابو صالح يوصل لهالحاله هذه يا ترى يا بحر هكذا مستوعب قول لي اشرح لي ليش يصير كذي بوجودنا وين راحت روح المحبة والتآخي والمساواة اللي كان يتميز فيهم فريجنا عن باقي الفرجان رد علي يا بحر تحجه قول لي اي شيء ارجوك قول ريحني يا بحر تحجه محمد خير باب ضيفك Thank you.
طيب صالح تاخر بالليل يا طيب. عمي اكيد عنده شغل. عنده شغل ها؟ زين. ان ما طقيت بهالعصا هذه طق تبي تشوف يا طيب. عمي صالح ولدك مو امانه ما حطوط عندك. ايش تقصد انت يا عطيو؟ عمي ما اقصد شيء، ما اقصد شيء. بلى تقصد شيء. انا ادري ايش تقصد. تقصد اني انا ما حافظت على الامانة. بس شو اسوي يا طير؟ امك وابوك وقلت بعد اسبوع اسبوعين يرجعون، لكن الله اخذ امانتهم. انا شو اسوي يا طير؟ انا محذور. وهذا اللي خلاني ما احافظ عليك ولا على ولدي صالح. عمي تذكر يوم صالح طردني من البيت وانت طالعه وما قدرت تسوي شيء؟ اذكر يا ولدي اذكر. بس ايش تبيني اسوي؟ ولدي صالح يتيم وانا مدلله وما اقدر ارد له طلب. عمي وانا ما كنت يتيم. عمي شوف الله سوى الشيء اللي قاعد تحافظ عليه طول هالسنين. الله خذها منك. ضاع وانا اللي عاملني كاني قدامك يا طال. يكون سمعك تقول ان صالح ضاع. فاهم صالح ما ضاع؟ فاهم؟ صالح ضاع. صالح ضاع. صالح ما ضاع يا طار. صالح ما ضاع. صالح ما ضاع. صالح ما ضاع. صالح ما ضاع. ايش تشرب محمد؟ شاي قهوه؟ اللي تشوفه يا حضرة الضابط. إن شاء الله. شوف يا محمد. في سؤال واحد محيرني والوحيد اللي يقدر يجاوب عليه وهو انت يا محمد. شنو هذا السؤال يا حضرة الضابط؟ لثاني مرة اسألك، ليش ما بلغت ان بطاقتك ضايعة؟ مثل ما قلت لك يا حضرة الضابط من قبل، انا ما اعتقدت ان فقدانه يمكن. وبعدين الزحمة اللي انا فيها والمشاكل اللي صارتني نستني اني ابلغ عنها. هذا مو حكي يا محمد،
هذا عذر أقبح من ذنب. مساك الله بخير عم بوليد. هلا هلا والله، مساك الله بالنور. هلا ابو وليد يا حسين، حيا الله ابو حسين. هلا والله، هلا حبيبي، هلا وغلا. هذه الساعه المباركه يا ابو حسين ان شفناك طالع فيها من البيت. ايش حق انت عني وياي الله يهداك، انا هيك البيت مشكور يا اخي، مليت قعده البيت. قاعد انا طالع اشوف ايش نجم هوا شويه. حياك، يشرفني ان اول مكان تشوفه عقب هالطيحه هو دوانيتي يا ابو حسين. حياك حياك حبيبي. حياك حياك وخر حياك. هذه الساعه المباركه، تفضل 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 حسين، استريح استريح. والله الحمد لله بخير، الله يسلم عمرك. حيا الله ابو حسين. صدقين الليالي انت الوحيدة اللي يزيد حلاها اذا يعت. متى بتفكنا من سجنك؟ متى؟ لما اتأكد من السجن او اعدام محمد. تخزي تخزي يا النذل، تخزي انت اللي بتنعدم انت. اذا ما دفعت الثمن الغالي ما اكون انا عطوان. يا ساعدني عمي. الحمد لله على السلامة. لا تخافي لا تخافي، هالكلب هذا عفاوي اراويش فيه. يلا ابو حسين، هذه الساعة المباركة. الله يسلمك يحييك ويجيك ويشكرك، جزاك الله خير. عساها تكون آخر الأحزان يا ابو حسين. إن شاء الله إن شاء الله تكون آخر الأحزان، لكن أنا خايف يا أبو وليد إنها تكون أول الأحزان هذه. إيش في أبو حسين متشائم؟ عين من الله خير. أنا ماني خابرك متشائم يا أبو حسين. شلون ما تشائم؟ شلون ما تشائم؟ وبنتي مي موجودة في البيت، غايبة، ما أدري وينها فيه. يبا يبا الله يهداك، لا تحاتي. ليالي إن شاء الله تكون بخير وبنلاقيها. يبا لا تحاتي أنت بس. شلون ما حاتي؟ شلون ما حاتي يا ولدي؟ بنتي مي موجودة، ما أدري حشاشة تشوف يا ولدي. ما علي، هد أعصابك أنت بس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا العافية إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أبو علي. ما شاء الله أخي أبو حسين. يا هلا بالغالي، يا هلا بأخي. شلونك؟ أجر عافية إن شاء الله، أجر عافية. شلونك عمي؟ الله يسلمك يا هلا ولدي حسين. هلا والله، هلا أبو علي. وليد يا هلا يا هلا، جزاك الله بالخير. الله بخير وكرامة. يا هلا أبو حسين، الحمد لله. أنت شلونك؟ إن شاء الله ودار زين إن شاء الله. لله الحمد لله الحمد. وهذه كل السالفة يا عمي. هاي النذل يا عطوان، أثرك منت بسهل، لكن دواك عندي، عندي دواك. تعال يا بنتي، تعال تعال. أنا مفوض الأمر لله سبحانه وتعالى، وربك ما يقصر. الله كريم إن شاء الله، الله يسهل إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عطوان. هلا هلا عمي ابو حسين محبة. شلونك؟ هلا والله بزراي فريدنا. طيوي. نعم. عمك ابو صالح وينه؟ عمي ابو صالح بيتهم. لا لا، مو بيتهم مو بيتهم. عمك ابو علي يقول شايفك انت وعمك ابو صالح يتبعك عقب صلاة العشاء. وين تروحون بالليل؟ وين؟ ايه انا شايفكم. عمي ابو صالح لاحقني. و
وهذا حقيقة يا حضرة الضابط، صدقني مثل ما قلت لك. طيب يا محمد، اشمعنى الحين بالذات تذكرت هالسالفة؟ وياما قلناك تذكر لكن ماكو فايدة. بغيت الضابط. ايش هني؟ ايش الضابط؟ وين هني؟ اي تفضل. السلام عليكم. السلام. ليالي؟ ايه ابو علي، وبعدين سويت؟ سويت بعد؟ حاولت معاه، بغيت عاله، ايش ما فات؟ إيه؟ قلت ابو تدري خله بحاله، طقيت بشتو كان امشي عنه، ما شو اسوي له بعد؟ زين سويت. اطمان اطمان. نعم عمي. لا تفكر في انت. مو قاعد افكر بشيء عمي. ايش في عطيوي قلبها حزايني؟ توك زينك. عمي ابو علي خير؟ انت صدق شفت عمي ابو صالح لحقني قبل شوي؟ اي شفته، انا جاي من المسجد عقب صلاه العشاء، شفته لاحقك ورحت. وين فيه؟ ما ادري. عطوان وين رايح؟ بشوف عمي ابو صالح وين فيه. صبر. انا ابي اعرف ليش قتلت ولدي؟ شو سوي لك؟ ما سوى لي شيء، انت يا ابو صالح اللي سويت. صالح دفع ثمن حياته لانك انت يا ابو صالح خنت الامانه. اهلي تمنوك علي وانت ما حافظت علي. اذبح محمد بدل صالح، بس الكل كان عارف ان صالح طلع من بيته سكران وراح يذبح محمد، لكن المقرود عرف ان الليالي عندي، عشان كذي انا ذبحته. انا اللي ذبحته عشان انتقم منك يا عم ابو صالح، لانك ما حافظت على الامانه. لا تستغرب يا عمي ابو وليد، انا كنت اقول لك كني الفريج كلها اكرهه، بس انت الوحيد اللي احبه. الفريج ياما غسلت دموعي فيه، بس ما كان في احد مهتم لي. تلك اللايب بيته وعياله، بس الليالي، الليالي اللي كانت تهتم فيني وتعلمني القراية والكتابة، عشان كذي أنا قلت لازم أحميها من ظلم أبوها وظلم عم أبو صالح. ما كان في طريقة إلا إني أخطفها عشان أتزوجها. هذا يا جماعة ما أخطيت بحقكم، أنتوا اللي أخطيتم، ما أخطيت بحقكم. Don't let me.
على الفريج. انتم الخطا وانا الصح. انتم الخطا وانا الصح. عبد الله احمد دوريه. انتم الخطا وانا الصح. انتم الخطا وانا الصح.